ادي تاني، ادي تريزيجيه، ادي عمرو جمال يجيد التعامل مع هذه الكرات. لو ما لعبهاش كان من وراه جده هيكملها. هدف اول في الدقيقه الثانيه من بعد نزوله مباشره مع بدايه الشوط الثاني عمرو جمال يسجل الهدف الاول للنادي. هذا الهدف للنادي الاهلي ومهم لناجي جده الغائب عن التهديف بقاله كتير، هدف يرجعه لذاكره الاهداف مره ثانيه. محمد ناجي جده احسن لاعب بديل او افضل لاعب بديل في الامم افريقيا 2010 من خلال تسجيل اهداف، كان بينزل عشان يسجل لكن النهارده بادئ.